ايه شوف الشغله الحلوه نقز نقز لا 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 فلوتي 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 هذه مدمره الفلوتي عادي موت عادي موت يا ساتر يا الهي والله يفعلها سناك يفعلها الله اكبر او ماي جاد يا الحين معنا الفايز او البركه الثاني الفايز الثاني خلينا نقول سناك من الامارات مبروك والله بارك فيك وش شعورك الحين والله اول شيء كنت فرحان اكيد تحس ان عندي شيء قمه قريبه اوصلها احس انه ما حد كان يقدر يوقفني اخر شيء جالكسي جالكسي وقف بس يعني اكيد يعني ما شاء الله تبارك الله يعني طيحت مو من اللوزرز يعني هذا مو بشيء سهل ابدا والله بس احس انه ما كان يلعب هناك ليش وش تحس بالضبط بس يعني في اغلاط كان يسويها او يمكن مو متعود علي ايه ما يمكن ميجا مان اكسبيرينس حقته مو مره كويس يعني هو اظن اخوي يلعب ميجا مان بس طبعا مو نفس المستوى ايه بصراحه يعطيك العافيه ومبروك يعني المركز الثاني شيء مره كويس بطوله زي كذا يعني بطوله اللي فيها التوب من كل مكان وانت ما شاء الله تبارك الله التوب في الامارات الحين بي ار 1 صحيح؟ المفروض اقول المفروض لان في ناس يقولون المفروض ما تكون واحد يقولون ماي لايف اوكي لكس اهم شيء الموجود في المكتوب ايش مكتوب؟ مكتوب سناك خلاص طيب ايش رايك في البطوله بشكل عام كونك انت واحد منظمه في او من يو اي سماشرز ما شاء الله كل شيء كان زين عجبني ان كان فاتحينه زياده في مساحه في يعني كيف اقول لك في فرصه حق كل حد في بريكس اهم شيء صح اي بريكس الاكل وهذا وكذا طيب يعطيك العافيه وشرفتنا ومبروك الله يعافيك